هذا وأكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني المهندس محمد السيسي البعينين أن تنفيذ محافظة العاصمة للتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه، والتي تهدف إلى حماية الصيادين والمحافظة على مصادر رزقهم وتقديم الدعم والمساعدة التي أمر بها جلالته للصيادين بمثابة لبنة من عشرات اللبنات في صرح النهج الإنساني العظيم الذي تبناه جلالته حفظه الله في إطار حرصه على توفير حياة كريمة للمواطنين وتعزيز حقوق الإنسان. وأشار رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني إلى أن الاهتمام الملكي بالمواطنين وخصوصا المتضررين ليس وليدا لحظة، بل هو نهج متسق بجعل المواطن أولوية عبر الحفاظ على حقوقه وتعزيزها منذ بدء المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة أيده الله وحتى وقتنا الحاضر، وذلك عبر العديد من المبادرات التي خففت الأعباء المالية والاقتصادية والاجتماعية على كافة المواطنين طيلة تلك المسيرة وخصوصا في فترة تفشي فيروس كورونا. وأضاف أن اهتمام جلالته بملف الصيادين نظير ما تعرضوا له من سوء معاملة عبر حبس ومصادرة القوارب من قبل السلطات القطرية ناهيك عن تقييد حرية التنقل لهم هو اهتمام غير مستغرب، فجلالته هو الداعم الأول للمواطن في كل مكان والمحافظ الأول لحقوقه.